السلام عليك. السلام عليك أيها النبي, أيها النبي. ورحمة الله, ورحمة الله. وبركاته. الصلاة والسلام عليك. والسلام عليك يا رسول الله. يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك. والسلام عليك يا نبي الله. يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك. والسلام عليك يا حبيب الله. يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك. والسلام عليك يا خير خلق الله. يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك. والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الحمد لله رب العالمين. رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. الحمد لله رب العالمين. Тем более для иностранца, ведь возможности зайти сюда удостоились лишь единицы. الله أكبر. هذا أذوي النقي عن بصرنا سيدنا جد الله أكبر. الله أكبر. В этой комнате пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, жил вместе с женой Айшей. Здесь же и погребен со своими сподвижниками, следующими халифами после пророка, Абу-Бакром и Умаром. Здесь они долго молили Всевышнего о благоденствии чеченского народа. Я Аллах, Ухасна Бог, в силах розыгрыша, Хаченча Аллах, я сам Уцу Мухаммад, Баймур, Хаченча, Саабс Бог, Хаченча Аллах, Ухасна Бог, Алхамду Лиллахи, Руббил Аламин. صلى على محمد وعلى آل محمد وسلم آمين. سلام على ربك يا محمد بن زايد يا دعاء سارة حي يا دعاء تموت يا سلام على ربك أبي أيوش الصدعاء بيجي سلام على ربك دعوة ده يا دعاء دك نيل دي أنتي سلام على ربك لا والله Dəyər o, az qoyuq bizdən deyilə, dəyər Allah qoyuq, dinlə zulmaq, yaxşı olur, qoyuq, o, noxçıq, həm bu zulmaq. Также глава республики помолился внутри комнаты возле михраба, где жила и молилась Фатима, дочь пророка. При выходе глава республики вместе с хранителем ключей от этой сферы.
ربا لرسول الله محبا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. حق تعلق طارح راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي صبا لرسول الله محبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحباب، من الله علينا بأن دخلنا ببركته فخامة الرئيس ناصر النبي العدنان رمضان قليروف الحجرة الشريفة. نحن في حجرة داخل الحجرة الشريفة، نحن في داخل الحجرة الشريفة. اللهم لك الحمد على هذه النعمة الكبيرة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. أيها الأحباب، أكثروا من الصلاة على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بابنا إلى الله عز وجل، والإكثار من الصلاة على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم بابنا إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل على الحبيب العظيم وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلا. في روضة التجلي والمسجد الحرام أسعد المصلي في ذيات المقام. نويت ولعلي أفوز
ورفرف الحمام. وكوثراك